خلونا واحنا بنتكلم على الاقتصاد والسياسات النقديه والماليه والمصرفيه وما الى ذلك، فبمناسبه اليوم العالمي للشباب تفعيل قرار فتح حساب توفير بالبنوك مجاني بدا من النهارده يوم الاثنين الصبح. طيب هل ده ليه فايده؟ الخطوه دي ليها فايده؟ تعالوا ناخد معانا على تليفون دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي او باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ يوسف والاستاذ المشاهد. ازاي الحال؟ كله تمام؟ كله تمام والله، يعني ربنا يخلي حضرتك كده ويخلي كده المشاهدين ان شاء الله بخير ان شاء الله. يا رب يا رب يخليك دايما ونستفيد من علمك. قول لنا على الخطوه بتاعه فتح الحسابات اللي بدات من النهارده الصبح، ايه اهميتها؟ ايه فايدتها؟ طيب هو حضرتك عارف ان احنا اولا يعني على المستوى الكلي يعني او على مستوى مصر كلها احنا عندنا اتجاه لزياده الشمول المالي. الشمول المالي ده معناه ايه؟ ان احنا نقدم خدمات ماليه او خدمات مصرفيه لاكبر عدد من السكان. كل ما عملنا كده كل ما خلينا فرصه انه يعني السكان يحققوا ارباح او يخليهم عندهم قدره على افتتاح اعمالهم او على اكتساب دخل اعلى الفرصه بقت ازيد. ليه بقى؟ لانه انا دلوقتي بفتح له نافذه على النظام المصرفي. حضرتك عارف ان النظام المصرفي ده هو فايدته الاساسيه ان هو يزود الائتماني، يعني انا دلوقتي مش معايا ولا جنيه في جيبي، بمجرد لما اروح افتح الحساب دوت هم هيدوني كارت خصم مباشر او يعني كارت ائتمان يديني قوه ائتمانيه، سواء بقى ب 1000 جنيه ب 2000 جنيه، انا ما كانش معايا ولا جنيه، اول ما رحت فتحت الحساب بقى معايا في ايدي 2000 جنيه. لو انا بقى فتحت الحساب وحطيت فيه فلوس هيديني قوه ائتمانيه اكبر، القوه الائتمانيه الاكبر دي لما ادخل بيها النظام المصرفي اقدر بعد كده اخد بيها قرض، اقدر اعمل بيه مشروع صغير، اقدر اعمل بيه مشروع متوسط. حلو. وكل ما انا ادخلت ناس في النظام المصرفي كل ما انا اديت لهم فرصه ان هم يعملوا اعمال، اديت لهم فرصه ان هم يفتحوا اعمال، اديت لهم فرصه ان هم يشتروا، اديت لهم فرصه ان هم يبقوا اغنى. كويس جدا. وبالتالي كده بفتح فرصة أكتر إن أنا أقدر أشتغل ووسع مصادري المالية أو أفتح روافد اقتصادية لنفسي لو صح التعبير. طبعا، لأنه زي ما قلت لحضرتك كده، بص يا يوسف، إحنا يعني الدول النامية كلها من يعني منفذها الأساسي أو منفذها اللي يعتبر الوحيد دلوقتي للتحول للتصنيع هي الأعمال الصغيرة والمتوسطة. إحنا اتكلمنا في الموضوع قبل كده كتير. أيوة. ومصر كلها بتتكلم فيه. عمر ما الناس بقى هتوصل ان هي تعمل مشروعات صغيره متوسطه وهي ما عندهاش حساب في البنك. ليه مش هيقدر يوصل لده؟ لانه انا اصلا بقى وانا بعمل مشروع صغير متوسط انا مش معايا فلوس، انا كل اللي عندي يا اما فكره يا اما مجرد امل يا اما يعني عندي ماده خام عاوز اعملها، يا اما عندي محل عاوز اشتغل فيه، وبالتالي انا طول الوقت بنسبه كبيره جدا ناقصني الفلوس. الفلوس لو مش معايا محدش هيدهاني الا الجهاز المصرفي. الجهاز المصرفي بيدهاني في مقابل ضمانات. الضمانات دي ممكن الدوله اللي بتقدمها، خصوصا لما يكون في اتجاه دوله فظيعه خالص زي اللي حصل دلوقتي لتمويل المشروعات الصغيره المتوسطه، وعندنا شركاء دوليين في الموضوع ده سواء من الاتحاد الاوروبي او البنك الدولي. وحقيقي القطاع المصرفي بيدي تسهيلات ضخمه جدا وسريعه جدا للناس اللي بتعمل مشروعات صغيره متوسطه. اهم حاجه بس يكون انا اولا عندي نيه، ثانيا انا متصل بالجهاز المصرفي ده، الجهاز المصرفي عارفني، يعني انا ليا رقم اي سكور، استلفت قبل كده ولا ما استلفتش، الجهاز المصرفي عارف انا عندي رقم قومي، عارفني انا دخلي جاي منين، بشتغل ايه. المهم ان احنا نعرف الطرفين ببعض، الراجل اللي معاه الفلوس اللي هو الجهاز المصرفي، والراجل اللي عاوز يشتغل اللي هو الشاب الصغير او كده. وبالتالي لما انا بعمل النهارده بشجع الشباب ان هم يروحوا يشتغلوا الحساب بتاعتهم، انا بقرب الطرفين لبعض، الراجل اللي انا عاوز اشغله والراجل اللي معاه الفلوس اللي هيشغله بيها. وبالتالي لما الطرفين يقربوا بعض كده انا اولا بوفر فرصه عمل بفلوس موجوده فعلا في الجهاز، ثانيا بخلي الجهاز المصرفي دوت يبقى بيشغل فلوسه بشكل احسن، ثالثا لما الفلوس بتاعت التمويل دي تتصرف الجهاز المصرفي يقدر يجيب فلوس ثانيه يمول بيها ناس ثانيه. لان خد بال حضرتك ايه، طول ما الفلوس دي قاعده في البنوك، انا دلوقتي مثلا جبنا مثلا قرض من مثلا بنك التنميه الاوروبي علشان يمول بيه مشروعات صغيره ومتوسطه، الفلوس ما تصرفتش، اروح البنك الثاني اقول له اديني فلوس ثانيه، طب ما انت اصلا الفلوس القديمه موجوده. فعلشان كده الخطوه الاولى تبدا كل الدلاله اللي عمال اقول لحضرتك عليها دي، تبدا بانه الشباب يفتحوا حسابات في البنوك. فالنهارده طبعا اليوم العالمي للشباب، في فرصه كبيره جدا ان احنا يبقى بنلفت انتباه الناس لغايه نص الشهر، يا جماعه روحوا افتحوا حسابات في البنوك وببلاش وبتسهيلات، ومع ده كمان هتاخد ديت كارد، هتاخد يعني فيزا خصم مباشر تقدر تستخدمها سواء في مشترياتك، تقدر تستخدمها سواء في دفع فواتيرك على الانترنت وخلافه.
وبالتالي انا بقرب الطرفين من بعض وبحط طوبه كده او برصه طريق يعني 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 صغير او امهده علشان ابدا اخلي الفت نظر الشباب لانه يا جماعه في فرصه ابدا بس تاخد بيها، واعرف البنوك على الشباب اللي هم بعد كده ممكن بقى يكلموهم وياخدوا بناتهم وبعدين يتصلوا لهم والله احنا عندنا تمويل ايه رايك فيه تاخده. طب حلو، هنا الكلام يجيب بعضه يا دكتور. يعني وانا بتكلم من شويه على مساله الوضع اوضاع الاقتصاديه والازمه الاقتصاديه العالميه وضروره فتح مجالات صناعيه اوسع وانتاج وتصدير وما الى ذلك، واحنا بنقول لهم تعالوا افتحوا بنوك، انا عارف ان انا هسمع اصوات بتقول الاتي: نفتح حسابات علشان ناخد قروض ونفتح مشروعات. مشروعات ايه يا عم في ظل الوضع الاقتصادي ده؟ هل الوقت دلوقتي او يعني الوقت اللي احنا حلو الوقت دلوقتي دي الوقت في هذه المرحله ملائم يصلح ان انا ابدا اعمل مشروع صغير او متناهي الصغر او متوسط بهدف الانتاج؟ وهل هناك مشروعات كثيرة من الممكن أن أعتمد فيها على مكونات محلية حتى لا أقع تحت وطأة أو أكبل بأصفاد أسعار العملة الصعبة اللي غالية وما اضطرش أستورد؟ طيب حاجتين، أول حاجة زي ما حضرتك قلت كل أزمة في الدنيا بيجي ومعاها فرصة، يعني حلو. الأزمة نفسها بتخلق فرص. جميل. الوضع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ده جايب فرصتين ضخمتين للغاية، مش بس على مستوى الشباب ولا على مستوى الـ يعني المستوى الصغير ده، على مستوى الدولة نفسها. وعشان كده حضرتك الدوله بتستغلها باكبر قدر ممكن. الفرصتين ايه؟ فرصه ضخمه جدا في مجال التغذيه، في مجال الغذاء، وفرصه ضخمه جدا في مجال الطاقه. الفرصتين ضخمين لدرجه انه الدوله نفسها اللي كان عندها تعطل قبل كده في مشروعات الانتاج الزراعي، كان عندها مشاكل قبل كده فيها، الدوله اول لما المشكله حصلت بسرعه شديده جدا راحت طورت كل الحاجات اللي كانت واقفه عندها، كل يعني حضرتك احنا لدرجه ان احنا شغلنا توشكا، واخد حضرتك ازاي؟ توشكا كان واقف بقاله سنين كتيره وشغلناه. اول ما الازمه وقفت الدوله كلها جريت عشان تشغله. ليه؟ طبعا. لانه ده فرصه المحاصيل اللي كان هيجيبها توشكا قبل كده بثمن رخيص دلوقتي هيجيبها بثمن غالي، دي حاجه. ثاني حاجه قطاع الطاقه بشكل عام اسعار الطاقه غاليه للغايه دلوقتي في العالم كله. كل المشاكل اللي عندي كانت في الطاقه قبل كده، مشروعات البتروكيماويات اللي كانت واقفه هتشتغل دلوقتي، مشروعات الطاقه المتجدده الرياح والطاقه الشمسيه والخفاف اللي كانت واقفه هتشتغل دلوقتي. طب ده ايه علاقته ايه بقى بالحجم الصغير؟ نفس الموضوع. اي نشاط متعلق بالانتاج الزراعي، الانتاج الدجاني، الانتاج الحيواني هيشتغل دلوقتي زي الاكسبريس صاروخ. ليه؟ لانه في طلب كبير جدا. ببساطه جدا كرتونه البيض بكام؟ ببساطه جدا اللحمه بكام؟ اللبن بكام؟ كل ده بيغلى لانه في طلب عليه، والطلب العالي ده جاي بسبب الازمه. مش بس كده، سيب حضرتك من دول خالص كده اركنهم على جنب مشروعات الانتاج الزراعي دي كلها، وتعالى نبص على انتاج الطاقه. لو انا عملت محطه طاقه كهربائيه دلوقتي، محطه طاقه شمسيه، هبيع الكهرباء اللي طالعه منها بكام؟ الدوله كل شويه بتستجلب تحرير قطاع الطاقه كله. لو انا عملت محطه طاقه شمسيه الاولى هيبقى 5 سنين وهكذا. وكل دي تتحول الى روافد اقتصاديه يعني بتقدر تقدم حلول جذريه للازمات الاقتصاديه. انا بشكرك جدا دكتور محمد شادي الباحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه.